تمارين الإحماء وتكنيك في الملاكمة واستخدام أدوات لتقوية عضلات اليد وتكنيك تحديد قوة اللكمة مع الكوتش نورما أبو سندس. خليكم معنا تشوفوا بهذه الفقرة الرياضية هذه الأمور. أهلا وسهلا فيكم من جديد من راشن بوكسنج أكاديمي مع الكوتش نورما أبو سندس. اليوم راح نقدم من ضمن التحماية والتكنيك للملاكمة مع الصبية آية. راح في أدوات احنا بنستخدمها حتى نقوي عضلة اليد وبنفس الوقت حتى نشوف كيف بيطلع البنش بقوة، يعني حتى انه نزيد قوة العضلة. نبلش آية. احنا اذا بننتبه هي الوقفة عندها تامة، وقفة ملاكم كأنه هي عم تضرب خصم أمامها، بس إحنا بهاي الحركة لو سمحت أعملي بس وإثبتي أعملي بس. إحنا هون بنشتغل على عضلة الإيد، نعمل فيها كثافة وقوة حتى يكون في قوة باللكم. نعمل دبل بنش بكل إيد. تمام. طبعا هاي الاهم والاهم، احنا دائما بنحب نتحيز شوي، انا بتحيز للصبايا. هاي فيها رسم للخصر لانه كل شغلها واعتمادها كمان غير الايد على حركه الخصر. تمام. احنا نشتغل على العضل، نزيد قوه السحب، يعني بيكون فيها قوة أكثر، بتحتاج إنها تحط فيها جهد أكثر حتى إنه يطلع البوكس. طبعاً هذا لما بتشتغل بعديها تكنيك البوكس بتزيد قوة البوكس. تمام. لا، في عنا كمان شيء ثاني ممكن احنا نستخدمه اللي هي كرة الوزن. هاي الكرة فيها وزن 5 كيلو، نعطيها للشباب والصبايا اللي عندهم قوة تحمل. نفس الشيء احنا طبعا كل هاي الألعاب غير انه قوة عضلية، غير انه قوة بوكس، احنا هاي الألعاب فيها كمان احنا بنفتح نفس اللاعب وبصير عنده قوة تحمل أكثر، ببذل جهد فيها أكثر. فيها نشتغل كمان فيها على عضلات الكتف، بتزيد قوة العضلة بالكتف، اللي هي طبعا أكيد لما بزيد أنا قوة العضلة بالكتف بزيد قوة اللكم عندي. تفضل يا أخي. طبعا هاي بتساعد كمان أنها تعطيني قوام رشيق، عندي ظهر ستريت. تمام. أعطيها شوية قفاز. نحاول احنا في عنا هون نقاط ارتكاز اللي هي الركبة، القدم من تحت، الظهر عنا مستقيم، عمود فقري مستقيم، وفيها كمان قوة عضلية. تمام، سلم اليد. شكرا آية. هلا رح ننتقل من آية للاعب عمر. راح يشتغل معانا على الحبل. هذا الحبل طبعا وزنه دائما بيكون من 10 ماكسيموم 15 كيلو. طبعا هاي بتزيد القوة العضلية. أكثر، انزل شوي. شكرا.
اللي اشتغل عليه عمر، اللي هي طبعا احنا هاي فيها بذل جهد عالي جدا. طبعا تختلف من شخص لاخر حسب قوه تحمله. احنا حكينا وزن الحبل من 10 ل 15 كيلو، الاوزان بتختلف. هاي نفس الشيء فيها فتح للنفس، فيها قوه عضليه، فيها بتشتغل على عضله الايد كامله، بتشتغل على الاكتاف نفس الشيء، عضلات الكتف، حتى انا لما بضرب البنش يكون في عندي قوه عضليه. في عنا اسلوب ثاني احنا كمان بنستخدمه، اللي هم دائما بجوز متعودين عليه لاعبين الحديد. فاليوم معانا احنا اللاعب وائل، بده يفرجينا كيف. تفضل وائل. احنا بالملاكمه ما بنحب انه طب يكون في عضل كثيف عند خصوصا البنات، هو ما بصير عندهم قوه عضليه او عفوا كثافه عضليه، لانه البنت بتختلف قوامها عن الشاب. هلا الشباب ما بنحب انه يكون عندهم كثافه عضليه، حتى انه لما بضرب البوكس يكون عنده القدره انه يطلع البوكس بستريت كامل، لانه لما يكون في عنده كثافه عضليه بمنعه انه يضرب ستريت كامل صح او هوك، رح يمنعه. فاحنا بس هاي بنعطيها حتى انه نقوي بس عضلات الايد باللكم. تمام، اعملوا سويتش بينكم، اشتغلوا العكس. قدمنا مجموعة من الأدوات اللي احنا بنستخدمها لفتح النفس، رفع الطاقة عند اللاعب، رفع قوة التحمل عند اللاعب، والقدرة التحملية عند اللاعب. هذا كلياته احنا بنستخدمه حتى انه نهيئ حالنا للتمرين او تكنيك الملاكمة، انه يكون في عنده قوة بالبنش عالية، حتى انه يعني يقدر انه يدافع عن نفسه، حتى لو انه مش دفاع عن النفس، حتى تعطيه ثقه عاليه بنفسه من ناحيه الملاكمه او لعبه الملاكمه. وثاني شيء وهي الاهم اصلا، بتعطي هي قوام رشيق سواء للصبيه او للشاب. بنشكر متابعتكم معنا اليوم، وان شاء الله بالحلقات القادمه راح نقدم شيء افضل منها. شكرا. طبعا نشكر الكوتش نورما ابو سندس على التمارين. يعني بالفعل موضوع الملاكمه اصبح يعني هاجس عند بعض السيدات لنحت الجسم ولحرق السعرات الحراريه، فمثل هذه الاحماءات او بتساعد انه ما يصير هناك عندنا مشاكل، او مثلا يصير ايديهم وجعوهم او عضلاتهم وجعوهم بعد هذه التمارين. فقره سؤال الشارع بعد الفاصل، ابقوا معنا.